على الكابتن سيد عبد الحفيظ بقى سريع مدير الكره بيك يا كابتن سيد ومبروك وفوز مهم التحضير كان جيد جدا سواء قياده كيفن جونسون ليوم السبت التدريب النادي الاهلي وعوده بيتسو موسيماني وقيادته الفنيه يوم الاحد النهارده انا الحقيقه اداء مميز جدا من اللعيبه كل مره بنتكلم على الاصرار والجديه والتركيز لان فريق الاتحاد السكندري فريق مميز جدا وعنده مدير فني مميز لكن النادي الاهلي قدر 4-0 نتيجه كبيره على نادي الاتحاد السكندري الحمد لله طبعا يعني هي في الاول والاخر كره قدم بالتاكيد بنسعى للفوز دايما والمباريات والالتحامها وتقاربها والفصل ما بين البطوله والثانيه دي بتعتمد دايما في اختياراتك على الشخصيه يعني الحمد لله رب بشكر اللعيبه طبعا على طريقه الفصل انت جاي من النيجر من ثلاث اربع ايام مباراه مش سهله برضو على ارضيه كانت صعبه جدا يعني ومنافسه بالتاكيد مختلفه عن البطولات المحليه الحمد لله طبعا على على الفوز النهارده احنا عارفين كويس قوي احنا جايين نلعب مين والاخر لقاء ما بيننا والاتحاد كان صعب قوي في, كاس مصر لكن اجواء الكاس ومناخ الكاس ودوافع الكاس بتبقى مختلف طبعا عن, عن الدوري بشكر اللعيبه جدا على الاداء وال والنتيجه كانت ممكن الاهداف تزيد اكتر من كده لكن هي دي كره القدم يعني لازم نقفل الصفحه ديت لان احنا عندنا مباراه غايه في الاهميه فنيا كمان على المستوى الفني يعني لازم تتشافوا لازم يتعمل لها حساب يعني مع وادي دجله بفكره واستقرار وطريقه لعبه وتكتيكه اللي ماشي بيه يعني فخلينا نقول ان احنا هنقابل فرقه قويه جدا يوم الجمعه لازم نقفل الصفحه بتاعه الاتحاد ونركز كويس قوي لمباراه الجمعه ان شاء الله ما حسيناش فرق يا كيفن جونسون متواجد مع بيتسو موسيماني لكن بيتسو موسيماني متواجد وكان في اول محاضره كمان كان الراجل خد محاضره طويله يوم الاحد مع فريق النادي الاهلي لغه الجسد بتفرق والتعامل مع اللعيبه بيفرق الراجل جهز اللعيبه ازاي واهلهم ازاي والراجل في الملعب الراجل يوميا كنا بنعمل مكالمات سواء كان موجود او لا بنعمل مكالمات مجمعه وبيشرح التمرين وبيتكلم في التشكيله وبيتكلم في طريقه التحرك والمواجهه واسلوب اللعب يعني فهو ما غابش خالص يعني صحيح كان في فتره بعيده عن الفريق كتواجد لكن كمتابعة وكتواصل كان موجود يعني الشيء مميز جدا اكرم توفيق بيحرز هدفه مميز وادائه كان رائع في سوني ديب النهارده كمان حسين الشحات بينزل بيحرز اهداف بعد عوده من جديد وليد سليمان برده داخل في الموضوع مكاسب كتيره جدا يا كابتن سيد مع النادي الاهلي بتطمننا مع الهدف واثنين وثلاثه اول مباراه ثلاثه الصفر ثاني مباراه ثلاثه اربعه الامور دي بتطمن الجهاز الفني بشكل كبير فرقه جماعيه يعني انت ما بتلعبش فرقه فرديه او اسف ما بتلعبش لعبه فرديه بتلعب لعبه جماعيه كلنا زي ما بنكسب احنا كمان لا قدر الله لو, لو في حاجه كلنا بنتحمل المسؤوليه لكن كمان خطوه عن خطوه لازم تتقفل يعني خطوه بعد خطوه لازم تقفل اللي قبلها لان انت هتقابل اعداد اكتر منافسه اكتر تركيز اكتر فلازم تقابله بده وكره القدم هي احترام احترام لكل فرقه بتقابلها يعني حسين الشحات عشان بس الناس انا كده أتكلم على حته التغيير هو كان متفق او الراجل كان متفق مع انه هيلعب 45 دقيقه ده كحد اقصى يعني هو بقى له فتره ما شاركش يعني فجت اصابه طاهر محمد طاهر يعني بدرت شويه لكن هو كان هيتم الدفع بيه في الشوط الثاني يعني طاهر بقى نطمن عليهم طمن كل الجماهير يعني يمكن ده سالت دكتور اسامه قال يمكن دي العطاء شويه برده التشخيص ممكن يبقى فيه كسر برده الامور دي عايزين نطمن كل الجماهير بنعمل او خلاص دلوقتي يمكن نعمل اشعه نشرح منها نطمن ان شاء الله باذن الله باذن الله تبقى حاجه خفيفه يعني باذن الله التدريب بكره اجازه البرنامج التدريب على طول زي ما قلت لك احنا عندنا مباراه في منتهى الاهميه مع ود دجله الجمعه في بكره تمرين الساعه 11 ان شاء الله شكرا شكرا, شكراً. شكراً. كل الشكر والتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيئه للنادي الاهلي طمنا على طارق محمد طارق اتكلم طبعا على المكاسب الكثيره جدا اتكلم ايضا كمان على حسين الشحات وتغييرته لان احنا قلنا كابتن ايمن نزول حسين ثم تغييره بعض الناس هتتكلم في هذا الامر لكن وضح بشكل كبير جدا الكابتن سيد عبد الحفيظ ان كان في اتفاق وده اللي احنا قلنا ان الراجل عارف امتى ينزل لعيب حسين راجع من اصابه وليد سليمان النهارده يمكن اضاف بشكل كبير في التوقيت اللي نزل فيه كل اللعيبه اللي نزلت كمان صلاح محسن كل اللعيبه اللي نزل. مش عايزين ننسى حد لعيبه النادي الاهلي ما عندناش لعيب اساسي ما عندناش لعيب احتياطي عندنا تيم واحد جزيلا للزميل العزيز كريم جارب. احمد انتصارات تستمر فرحه كل جمهور النادي الاهلي لما بنشوف هدف واثنين وثلاثه وبنشوف النادي الاهلي بيحقق ارقام جميله جدا وكلين شيت لحراسه المرمى يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي وباذن الله المباراه القادمه تكون كلها خير وانتصارات على النادي الاهلي عوده لك من جديد والكابتن ايمن شوي.